أثر لمقاومة الانقلاب تقريبا منذ الانقلاب تحرك الشعب وتحركت نخبة الديمقراطية لمقاومة هذا الانقلاب. في تقديرك كيف تقيم؟ لم يتحرك كيف؟ لا سمحني لم يتحرك الشعب. متى يتحرك الشعب؟ يتحرك الشعب إذا كان المظاهرات تشبه المظاهرات اللي يعملوا فيها الطلبة في أمريكا تو. إذا تبدأ بالنخب التونسية تعمل مظاهرات في الجامعات وفي المؤسسات الثقافية والمؤسسات الفكرية ويتبعها الشعب في المستوى الخلقي في قضية فلسطين وفي قضية كذا وفي القضية وفي المستوى السياسي والاقتصادي في تونس في كل الولايات أكساع نقول الشعب تحرك وكساع نجم نقول اللي فما مراجعات. أما توا فما كذب لا مراجعات ولا حتى شيء. فما ثلاثة زنادقة ومنهم زنديقة يتكلموا قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا رجع وما قالوش حتى تراجعوا على تنوع. علاش فيش تراجعوا؟ واحد قال خاطر سبيت العباد، يعني تراجعت على قلة الحية بتاعك. شنو علاش ترجعت؟ شنو التراجع؟ التراجع يعني انت تحدد فين كنت وين ماشي. وقت تقول انا سبيت العباد وندمت بقى معناها تربيت شوية وكهو. هذا مش مراجعة سياسية. المراجعة السياسية هو انك تراجع البرنامج الذي كنت تتصوره لبلدك حتى يصبح مستقلا وذا سيادة. يعني في تقديرك دكتور في سؤال أخير هل يمكن القول أن هذا الانقلاب أغلق قوس الديمقراطية في تونس؟ لا لم يغلقه، هو كان مغلوقا من أصله. كان لو لم يكن مغلوقا لما أتى. هو أتى لأن الديمقراطية مغلوقة من الأول. أنا بيّنت لك أن كل الأحزاب قبل ما يجي هذا عملت انقلابات في داخلها. انقلاب المرزوق ما قعد مع أحد، انقلاب بن جعفر ما قعد مع أحد، انقلاب السبسي ما قعد مع أحد، انقلاب سسمة هو النهضة قعد معها من 10%. بعد العاشر اجمع مساكن حاولوا هيا نعملوا نصلحوا هيا كذا كذا ما حبش في الاخر تفرق. عندنا قدرة باش نرجعوا مسار الانتقال الديمقراطي؟ لا ما هوش خاص بتونس، ماهوش خاص بتونس. المسار الديمقراطي باش يرجع في الغرب لأنه تفقد في الغرب. يعني المسار الديمقراطي سيرجع إذا كان أمريكا تكسروا فيها اللوبيات. إذا أمريكا تكسروا فيها اللوبيات يصبح للشعب رأي. الآن ليس للشعب رأي، يلزم يقع إصلاح الإعلام في أمريكا وإصلاح البنوك في أمريكا. ما عاش عندها سلطة، ما يلزمش يولي عندها سلطة. فما حاجتين، وقت يولي المال الفاسد هو الذي يحكم والإعلام المضلل هو اللي يحكم، مستحيل ترجع الديمقراطية. يعني انت متشائم؟ لا مانيش متشائم على علينا نحن العالم. انا بالنسبة لي انا العالم الان وهذه قوة الطوفان هو انه اجعل قضية الفساد فساد المال وفساد الإعلام قضية عالمية، ما عادش قضية خاصة بيه. نجم الانتخابات تكون افق للإصلاح لافق لعودة مسائلنا؟ هذه لا، اعمل الانتخابات اللي تحضر بعدها إذا كان هذه أدات الكاتاستروف وهي باش تأدي الكاتاستروف. لأنه حاجة من الاثنين، إما باش تقع حرب عالمية إذا طلع شاسمه هو ترامب خاطر هذا تو قاعد يحب يتجنب الوصول للحرب العالمية. لكن إذا طلع ترامب ممكن ياسر توصل ترامب. أنا ما نصورش أنه الأوروبيين باش يقبلوا الرجوع للوضعية اللي كانت في التقاطب الأول بين روسيا وأمريكا. كان تقاطب أول بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. نتصور أن الأوروبيين ما مش يقبلوه ونتصور أن احنا أيضا ما مش يقبلوه. عدم قبولنا يعني باش تقع طوفانات، طوفانات عندنا وطوفانات في أوروبا. واضح. والطوفانات هذه اللي باش تقع باش أدي إما باش يقبلوها الأخرين ويتصلحوا وإما باش تولي حرب عالمية. خلي لي كلمة أخيرة دكتور. كلمة الأخيرة ربي يستر. أكا يعني مش متفائل؟ مانيش متفائل ربي إن شاء الله. ونرجع الآن نكمل الكلمة الأخيرة على حماس. حماس أنصحها بأن تقبل اللي قبلته قبل وما تزايدش على أنها حققت أشياء جديدة. يعني الرضا بحدود 48؟ لا سلم، الرضا باللي قبلته في الورقة الأولى اللي فات بهذاك ثلاثة وحدات. انا في رايي ثلاثه هذوك ثلاثه هدن باش ينحيوا اليمين من اسرائيل وباش يجيبوا ناس مساعدين يتفاوضوا معها.
إذا هي تحلت مشاكلها مع قاعدتها مع الحامية متاعها ممكن ياسر إما تأخذ الأغلبية في الانتخابات الفلسطينية أو معارضة وازنة، وهذا يخلي الـ23 في الجامعة العربية تكون أقرب للطوفان منها إلى الجامعات العربية المحميات الحالية. على الأقل انهيت بشوية تفاعل على الأقل. على شرط أنه ما تكونش حماس وقعت في الخطأ اللي قلته لك في البداية أنها خلات غذاها في فيلادلفيا. في فيلادلفيا. نعم، شكرا لك دكتور على كل حال على هذه النظرة التفاؤلية. نخليكم بخير إن شاء الله. شكرا لكم على حسن المتابعة، نتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من لقاء خاص. لذلك الحين نترككم في رعاية الله.